ما درنا في الفران ما يتحرق. والحد انا ما مازال المويد ناضي عنده ضرر، لانه انا واش هاتي دايره عطيتك الرخصه؟ واش راه خصك واش تحرق؟ انا ما خصكش انا متبعه المساطير، انا جو في باك اي ديسيبليني كي كيقولوا النصار. انا فضت كل الرفض، راه ما جاش عندي هاد السيد، راه جاو عندي واحد بواحد كلهم، ورفضت كل الرفض. انني سني شي وثيقه تصوب بالقوانين، تصوب بالشرطه البيئيه، والتسميه وعلى الاتفاقيه اللي كنقول له السي الشعيب انا ما عنديش مشكل اعطيها للصحافه. اما انا اللي قال لك انا سرقت، انا درت العقده، وانا مشيت لاوتيل فاخر في ايطاليا في الوقت فاش كنت مع الرئيس الايطالي، وراكم شفتوا ديك الشيء في الانترنت، كنهضر على المغرب وكنعرض عليه باش يجي قمه الاطراف. قال لك انا درت عقده، هذوك راه ندعيهم، والدعوه راه مشات. انا راني ما خدمتش جمعة وسبت والحد، ما درت حتى حاجه، كنت بالسبرديره وكبوط وجالسين هنا. كنا في الاداره كتبت لرئيس الحكومه اكثر من هذا، كتبت للجنه الاوروبيه دي اللي كترخص هاد القوانين هاد المعايير، وقلت لهم اجي انت نتوما ديروا تحقيق. انا اللي كنطلب التحقيق دابا، لان شكون اللي في قفص الاتهام؟ انا اللي متهمه، انا كنطلب التحقيق. مثلا الاسئله اللي خصكم توجهوها للمالين المعامل، والله يكثر خيركم ما تخلطوش، وجهوها المالي المعامل. انا ما كنبيع على سيما، ما كنصنع سيما، وجهوها المالي المعامل وقولوا لهم يعطيوكم، يقولوا لكم شنو داروا وبشحال شراو وشحال جابوا الى اخره. علاش ميكا قطعناها وعلاش جبنا الزبل؟ الو علاش الميكا تقطعات بعدا في المغرب؟ الميكا تقطعات في المغرب كانت شكايات عديده، جاو من عند الفلاحه، وجاو من عند الناس اللي عندهم البقر ولا عندهم البهايم، واللي كيقولوا بان ديك ميكا كتقتلهم البهايم ديالهم، كتسممهم الاراضي الفلاحيه ديالهم. وما نحتاجش انا نقول لكم شنو هي الاضرار ديال ميكا. انا كوزيره البيئه ما كانش عندي الجهد باش نقطع ميكا، باش عرفوا انتم كاملين اللي قطع ميكا هو وزاره الصناعه. انا ما كتحكمش على الصناعه المغربيه، هو اللي قطع ميكا باش ما تخلطوش. اللي قطع ميكا هو وزير الصناعه، وانا كنشاطر في هذا الراي، وانا كنخدم على البدائل، وبديت البدائل من هذه، بدات هذه الوزاره. وسمحوا لي، هذه الوزاره بدات البدائل من هذه 10 سنوات، وهي كدير في الحملات وكدير القفات وكدير الاكياس، وواحد الحمله ديال الاكياس البيئيه راكم تبعتوها لمده عده سنوات، وخدموا فيها الجمعيات ديال المجتمع المدني، وخدموا فيها لي كوبيراتيف. هادشي حنا متفقين عليه، ولكن انا غادي ما قطعتوش باش نتفاهموا. راه وزير الصناعه هو اللي دار القانون. دابا علاش ميكا ونجيبو النفايات؟ غادي نجاوبكم. انا اولا النفايات كتدخل في واحد المسطره قانونيه اللي لا انا ولا نتوما ما يمكننا تحكموا فيها. اذا كنتو نتوما كاملين كمغاربه ما باغينش هاد النفايات، حنا غنمشيو عند رئيس الحكومه ونزلو قانون واحد اخر في البرلمان ونصدقوا عليه ونخرجوا من الاتفاقيه ديال باريس. حنا نخدموا بالقانون، ياك نتوما من جمعيات مدني حقوقيه، ايوا خدموا نتوما اللي تعلموني كيفاش نخدم بالقانون، نخدموا بالقانون. ما بغيتوش النفايات تدخل المغرب، اسيدي نوقفوها، انا ما بغيتوهاش، ونتعلموا بوحدنا ونتكندابزوا بوحدنا. ما هاد النفايات راه ماشي انا اللي خصنا، هادي قوانين دوليه مصادق عليها، البرلمان ديالنا صادق عليها، الخارجيه ديالنا صادقات عليها، حنايا صوبنا الدستور المغربي ودخلنا التنميه المستدامه، وهادشي داخل في اطار التدوير، اذا داخل في اطار التنميه المستدامه. واذا ما عجبش هادشي نبدلوا القوانين ونخرجوا من اتفاقيه باريس، وما عندو ضرر.